هذا يسلمك الله رجالا يودي امه للمستشفى. امه تعبانه ركز انت شوف 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 شوف, شوف كيف امه تعبانه الوكاد يا طول العمر الا استغرب الدكتور امه شو تسوي امه ما هي بعقلها شوي تمسكها وانتم بكرامه تبصق على ولدها فهمتني ايه ويمسك الفاين شوف ويمسح ويمسح نفسه ويمسح وجهه ويضمها تخيلوا وتبصق عليه عزكم الله ويمسح نفسه يمسكها ويضمها تعالي تعالي عمري تعالي استغربت الدكتورة شوي وتبي تطش ملابسها مرضى مريضة عقل ما في على ذنك خذ راحتك عقل ما في فهمتني الوكاد يطول العمر وش اللي صار خلاص فنان الا طالع الدكتورة مستغربة وش اللي صاير وش اللي حاصل وش بلاها وش ما بلاها قالت هذه مين قال امي هذه يراجع فيها فيها ضغط وسكر يقول قيسي لي ضغطه ويمسك امه ويعطني وتقول عطني ايش ابي بطاطس ابي بطاطس من هي امه ابي بطاطس تخيل طيب عارف جو امه يطلع البطاطس متى انتبه للسيمه هذا كان يوم وتاكل هذا خلاص استغربت الدكتوره شكرا. ايش فيه وين الاكواب قلت لك تكفى يعني مريض يعني مره قالت طيب بسالك هذه من امك وانت ليش تراجع فيها وتقول ابي مكه ابي مكه ابي مكه هذه مكه ابي مكه ابي مكه ابي مكه كذا تشوف تشوفها بالتلفزيون مكه قالت هل كيف قال باذن الله راح نروح الخميس ان شاء الله راح نروح الخميس باذن الله تعالى استغربت برضو الدكتور امه هي بعقلها مرفوع عنها يعني القلم صح ولا لا الوكاد سعيد 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 اي مرفوع عن وش عنها عنها الله لا يوفق عدو مرفوع عنها مين القلم فهمتني مرفوع عنها القلم اوريك بعد الشاهد مرفوع عنها ايش القلم الوكاد يا طول العمر قالت كيف توديها لمكه وما ادري الوكاد قال طيب اسك سوا هي تدري انهمك قال لا ما تدري انهم يعني صار قالت لما توديها يعني لدار العجزة مرضى مريضة مريضة مرة ومريضة فوق هذا مرضانا قال هي ما تدري قال هي ما تدري الله يشفيها هي ما تدري انها ايش انها امي لكن الله يدري نعم اني انا ولد غربول والله يدري قصدي هي ما تدري انها هي امي ولا تدري اني انا ولدها حلوين لكن الله يدري ما في اني ان هذه امي واني انا ولدها الله اللي يدري هي ما تدري هي ما تدري عن شيء ما تدري ان الولد هذا ولدها ترى مريضه من يوم جابته قال طيب عافية. كيف طيب جابتك وكيف قال جدي اللي هم امي قال جدي زوج امي رجال لعله وعسى انها تنشفي وتعقل وتجيب ولد يرعاها تزوجها ابوي اللي تكلم له تزوجها بسنه وحملت وطلقها عيت حملها وطلقها وحامل ولدت وين ولدت عند جدي وربوه خالها لين وصلت 10 سنين لا تناقش خله وصلت وين 10 سنين خله وصلت طول عمر عمر 10 سنين يوم وصل عمر 10 سنين يقول انا ارعاها من يوم كان عمري 10 سنين وانا ارعى امي الوكاد يطول الاعمار يقول 10 سنين وانا ارعاها وهو عمرها الحين تقريبا قريب ال 30 اها يا طول العمر الدكتوره استغربت قال طيب يا اخي طيب ما عارف يعني ودها عادي تكلمه كذا بتقيس نبضه قال انا عادي ما عندي مشكله لكن انا ارعاها من يوم عمري 10 سنين والله سخرني لها والله اني ما اتركها لو ايش وانا اذا هي ما تدري اني ولدها الله يدري ان امي قال طيب ليش بتحججها وزي كذا قال انا حلفت اني ما اخلي بخاطر هالشيء دامني حي لين الله يفرق بيني وبينها سمعت هذه القصه والله شوف انتم التخيل يقول حتى لو طلبت مكه وكي من غير كذا ايه قالت قالت الدكتوره طب ما مرفع قالت والله قال والله ما اخلي بخاطر هالشيء تخيلوا ما تدري يعني بعضهم يسوي لنا عشان امه عشان تقول شكرا يا وليدي ما تدري انها امه ان هذا ولدها ولا تدري انها ولا تدري وين هي فيه لكن الله يدري شوفوا يا رجال هذا وهو لو حتى يمكن وداها اي مكان معذور امه مريضه مريضه ما يبعقل حتى لا تدري من 10 سنين وهو يرعاها يرجع مسخر نفسه لها انتوا فما بالكم بالرجال اللي يعصي امه ياو فما بالكم بالرجال اللي تأفف من امه وهي بكامل عقل وهي اللي كانت ايه اللي كانت ايه اللي كانت كانت اذا سوى شيء تمسحه تحطه هنا اللي رجع عليه وانت بكره مهوره يعني تخيل لا تعب ما تنام الليل لا ما تنام الليل جالس عند راسه يعني وزود على هذا اذا اذا اذا, إذا كبر يقول اشغال تلهيني عن امه سود الله وجهه والله انت وش رايكم سود الله